مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هتنظم المنتدى العربي السادس واللي هيناقش كيفية الاعتماد على الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر. ومنها أيضا إن كلية إعلام القاهرة هتنظم ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة، ومنها أيضا إن في آخر مباراتين هيتلعبوا النهاردة في الدور الـ 16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هتنظم المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. النهاردة هينظم مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان مصر ومناهضة العنف ضد المرأة، وده هيكون الساعة 12 الظهر بقاعة المؤتمرات بالكلية. الندوة هتناقش كل ما يتعلق بالعنف وأشكاله وكيفية مناهضته والتعريف بالحملة العالمية الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، إضافة لاستعراض جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة من خلال مؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني ودور الإعلام والدراما والقوى الناعمة بشكل عام في مناهضة العنف ضد المرأة المصرية. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في آخر مباراتين في الدور 16 للبطولة. هيلتقي منتخب المغرب مع منتخب أسبانيا الساعة 5، ومنتخب البرتغال مع منتخب سويسرا الساعة 9 بالليل.